أعلنت دار كريستيز المزادات أن هيكلا عظميا للديناصور تيركس سيعرض في مزاد بنيويورك يوم 6 أكتوبر. وذكرت دار المزادات أن الهيكل العظمي الذي اكتشفه ستان ساكريسون عام 1987 يحقق توقعات بتحقيق سعر بيع قياسي لن يقل عن 8 ملايين دولار. وقال جيمس هايز لوب رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار كريستيز إن هذا البيع يعد فرصة واحدة في كل جيل.